يونس موهوب، اسم مرتبط بنادي شباب المحمدية لكرة القدم، اللعبة السحرية اللي أسرت جل أحلامه وطموحاته. هاد الأحلام غادي تبخر بتاريخ 4 يونيو 1999، لما غادي تسبب ليه أحد الأشخاص في بطر ساقه بالطريق الساحلية لمدينة المحمدية. هاد الحادثة غادي توقف ليونس مسيرته الكروية وغادي تغير مسار حياته لمنحى آخر. يعني بديت أنا في فرق الأحياء، من بعد فرق الأحياء التحقت بفريق شباب محمدية في المينيم كادي جينيور. فعلا كان عندي أنا طموح وكان عندي حلم على أنني أنا نوصل للقمة ونعطي شيء الكثير للفريق ديالي والمدينة ديالي، وعلاش لا نحمل قميص المنتخب الوطني، وهذه أمنية ديال أي لاعب. ففي الوقت اللي كنت مشيت ذاك النهار الجمعة 4 يونيو 1999، كنت قمت بإحدى يعني حصص تدريبية وسيرت في الأسبوع اللي كانت نادى عليه المنتخب الوطني، كان باغي زعما يوجد لا كونديسيون فيزيك ديالو تكون عنده مزيانة. مشى للبحر، مع حنا كنسكنوا في واحد المنطقة قريبة للبحر، مشى كيتريني زعما في الرملة وداك الشيء، مشي شارجي لي مولي والفخاد ديالو مزيان باش تكون لا كونديسيون ديالو مزيان. كنت راجع وأنا فرحان لأن كتنتظرني واحد المقابلة ديال واحد الدوري، وحتى يعني تفاجأت بواحد السيارة في الوقت اللي كنت قاطع الطريق، تفاجأت بواحد السيارة اللي كانت جاية بواحد السرعة يعني خيالية، وكان السائق ديالها يعني متهور وبغى يقوم بشي حركات اللي أنا ما تفهموش ليا وما فهمو حتى شي واحد، حركات اللي نقدر نقول بهلوانية. ديك الساعة جاي قاطع الطريق وشي واحد قال لك جاي بسرعة تقريبا جنونية، جاي تقريبا بسرعة ديال 140 كيلومتر في الساعة اللي حدوا الدرك ملي كاين هذاك، قال لك جاي بغى يقاطع يونس، الاخر فحال بغى يخلعو مع الاخر صايق سكران، فحال بغى يخلع يونس، مني بغى يخلع يونس هرب عليه، الاخر بغى يزيد يخلعوه هرب مع الديفيات لي طوموبيل مشى ليه ديك قصدو. اش كيحكي لنا يوسف؟ هو قال لك انا فاش درت الحديث عقلت على راسي انني ضربت 3 دورات في السماء، وعقلت على راسي ما حسيت لا بالضربه لا والو، صافي من ضربت دورات في السماء وطحت، بس الحمد لله انني باقي عايش. بغيت نوض ويتبان لي راجلي قدامي عاد طحت. في واحد اللحظه كنلقاوه هنا هرب، الدراري ما تبعوه واحد الطاكسيات هما اللي شدوه يعني في وسط المدينه، يعني واحد المسافه ديال واحد 10 كيلومتر باش شدوه. ومن بعد ما تقطعت لي الرجل ديالي في البلاصه، يعني هذيك الساعه انا الحمد لله ما حسيت بحتى شي الم، سبحان الله ما كان عندي حتى شي الم بتاتا، ولكن كانت عندي واحد الصدمه اللي هي الصدمه ما هذاك الشيء ما تيقتوش، ان الرجل ديالي مقطوعه وكيبانوا لي العروق وكيبان لي العصاب ديالي العظام ديالي والدم كيتخوى بواحد الكميه كبيره. عاد الامبيرونس صاحبي، وحتى الناس اللي كانوا كيتصلوا بسيارة الإسعاف يعني لقوا واحد الصعوبة، لأن سيارة الإسعاف اللي كيتصلوا بها في مدينة المحمدية كتقول لهم محسوبش علينا، محسوب على عين السبع، وعين السبع حتى هما كيتصلوا بهم كيقولوا محسوبش علينا المحمدية. وبقيت واحد المدة كبيرة في هذيك اللحظة في الطريق وأنا مرمي مبصورة، تلاحت في جهة هو في جهة مكرفص، ولكن ما مغيب ما والو، فايق ولكن ما مصدقش ان راه اكسيدون، واش تنحلم واش بصح واش هادشي تيسول في دراري يقول لهم شي بصح ولا اش تقول لي. هذا الحادث المأساوي سواء كان مقصود او غير مقصود وقف ليونس مسيرته الكرويه وخلاه يعيش لفتره طويله على ذكرى سيئه حطمات كل مكان كيبنيه. ما نقولش لك على ذاك الوقت اللي هو كان يلا محايده لي رجلو جا ولا قاعد في الدار
ويبكي وما قادش يوقف وبقى حنا الباقي الجرح جديد يلاه محيده لي رجله وحنا مأزمين وهو مأزم. بزاف ديال الدراري اللي كنا تنعرفو حنا في طريق يوم سحبسوا لحقاش ما بقاش قادر شي واحد كاع يمشي يمارس كرة القدم وتيشوف صاحبه بهذه العبارة أنه معاق. بالفعل كانت هناك صدمة بالنسبة ماشي غير لي هو بالنسبة لكل الأصدقاء ديالو اللي كانوا عندك كيتهيئوا لهذيك المقابلة، وكان عندها تأثير سلبي من بعد وقع هذا الواقع اللي جا في واحد الفترة اللي كان ممكن أنه يكون ضمن هذيك التشكيلة اللي غتكون تلعب هذيك المقابلة. والحديث مني وقع له في هذيك الفترة، فكانت هذيك المقابلة ما كانتش ما تذكرش النتيجة اللي كانت، ولكن كانت صدمة بكل مكونات الفريق. تقلب هذاك العرس إلى ما نقولش أكثر من مأتم، ولكن حالة اللي كان بغيو نذكرها كنرجعوا لها في ديك اللحظة، حالة صعيبة. شو سميتك؟ يونس. يونس فين عندك الحريق؟ يونس ما تخافش خويا، علاش وقع لك هذا الشيء؟ علاش وقع لك هذا الشيء؟ بوز دو كارو مع 9:30. ما عمرك كنتي كنتظرها بتاتا، ما كنتيش مهيئ على ان انا رجلك غادي نقطعوها لك، كنت مريض ولا هذا، يعني انسان في يعني في كامل الصحه ديالو بين عشيه ماشي حتى عشيه وضحاها، يعني في رمشه عين كتبان لي الرجل ديالو مقطوعه، ماشي تبقى تشوف فيها وكيبان لك امل كتبان لك الرجل مقطوعه. وكنعرفوا باش توصل يعني واحد المده اللي بقيت بعدا ديال شي ساعه الا ربع ولا شي ساعه وانا في الطريق، وعاد بزيد ديبلاسمون من المستشفى ديال محمد الخامس حتى المستشفى بن رشد، وكنعرفوا السيركيلاسيون هادي يعني واحد الصعوبه واش وصلت. الناس اللي كيتسبوا في هذه الحوادث ما خصناش نوجهوا لهم غير اللوم، بل من خلال هذا المسار ديال هذا الوليد اقراوا هذه القصه ديالو، الا سمينا الا قدرنا نسميوها قصه، اقراوها في نفوسهم هما، لو كانوا هما نفسهم هما يونس موهوب. اي اب يشوف ان ولده يمكن له يقول بحال يونس موهوب ويراعي اشنا هي العواقب ديال الحادثه. المتهورون يدير نفسه هو في بلاصه يونس موهوب لو كان هو نفسه. بديت كنشوف الناس كتمارس الكره، انا ما كنمارسش الكره، الناس كتجري انا ما كنجريش، يعني ما قدرتش نصبر لهذاك الجو، وبديت نفسانيا بحال حسيت براسي انني غادي نمرض شويه. تأزم بزاف ملي تحيدت لي رجلي، تأزم وأزمنا تحنا. حنا تأزمنا معاه ملي كنشوفوه ونبكيو على الداخل، ما نبغيوش نبينوا ليه، ضرقوا عليه ونبكيو. باقي الان انا الان ملي نشوفو كينقز ديك القيزر انا كنقز عليا هنا في قلبي، كنصبرش ليه، عا كنكابر ما نصبرش ليه بدي يحيد الرجل ويكون غادي على رجل وحده. الحمد لله هادشي اللي كتب لي الله. يونس موهوب كان نموذج لحالات كثيرة من ضحايا حوادث سير، لكن بالفعل يمكن اعتباره حالة جد استثنائية لكونه قدر يتجاوز محنته. تجاوز هذه المحنة الجسدية والنفسية ساهمت فيه أطراف كثيرة باعتراف من يونس موهوب، وكانت سبب في استمرار حياته بشكل طبيعي ولو برجل وحده.